في الحقيقة الدولة المصرية مهتمة جدا جدا بقصة الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجا. شفنا اجتماع الرئيس السيسي مثلا من عدة أيام مع اتحاد العمل الأهلي والتنموي اللي زود فيه الدعم المقدم من 9 مليار ل 10 مليار. شفنا جهود حقيقية في مبادرة حياة كريمة أيضا من أجل زيادة الدعم المقدم لكل الفئات المستحقة. امبارح وزارة التموين على مستوى الحكومة أصدرت يعني قرار بزيادة الدعم التمويني المقدم للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه لحد 300 جنيه، يعني في زيادة للدعم المقدم من 100 جنيه لحد 300 جنيه، وده طبقا لعدد الأفراد اللي موجودين على بطاقة الدعم. خلينا نعرف كافة التفاصيل من المهندس عادل عبد العزيز، العضو المنتدب للشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ مصطفى، وأهلا بالسادة المستمعين لبرنامج صباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك. في البدايه بنقول كل سنه وحضراتكم طيبين، وبنشكر طبعا عالي فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيه بتوفير حزمه من الاجراءات لزياده الدعم التمويني للاسر الاكثر احتياجا. هنوجهها ازاي؟ هتوصل ازاي؟ الدعم التمويني للاسر الاكثر احتياجا كان بمبلغ يتراوح من 100 جنيه للاسره الواحده اللي موجوده في بطاقه الدعم، على بطاقه الدعم الواحده الاسرتين 200 جنيه، البطاقه اللي فيها اكثر ثلاث اسر او اكثر ب 300 جنيه طبقا لعدد الاسر الموجوده على بطاقه الدعم لتوفير الحمايه الاجتماعيه لهم. وبناء عليه طبعا اصدر معالي الدكتور علي المصرحي وزير التموين توجيه وزاري رقم 28 لسنه 22 الصادر بتاريخ 15/8 بقواعد صرف السلع التموينيه للمواطنين. وكان يعني نلخصها سريعا، نقول ان اول حاجه من القواعد ديت زجاجه زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقه الدعم بحد اقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة. 2 كيلو سكر للفرد لكل فرد على البطاقة، وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة. كيلو رز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، أو 2 كيلو رز للبطاقة التي يصل عددها إلى 4 أفراد فأكثر. وكذا طبعا حق المواطن في صرف باقي المستحق من الدعم من كافة أصناف قائمة السلع التموينية. القائمة دي كانت بتضم 25 صنف. معالي الوزير طبعا امر بزيارتها 5 اصناف جديده، اضافه لل 25 اصبحت 30 سلعه، وتم اضافه الدقيق المعبأ، المثل النباتي، الطحينه البيضاء، التونه المربى، ليصل عدد السلع حاليا الى 30 سلعه على بطاقه الدعم. طيب يا باشمهندس، اشير اليه ان طبعا الدوله بتصرف الدعم السلع ده لعدد تقريبا في حدود 64 مليون مواطن شهريا. واللي بطمن الساده المشاهدين كمان اليه او الساده المستمعين ان المخزون الاستراتيجي من كافه انواع السلع وخاصه السلع الاساسيه والاستراتيجيه بيتجاوز 6 شهور على الاقل. عظيم، ويمكن ده اللي بتاكد عليه الدوله المصريه دايما، وكمان حتى مع وجود ازمات عالميه. عايز اسال حضرتك عن الزياده اللي اقرتها امبارح وزاره التموين، هتطبق امتى؟ والله احنا طبعا هيتم تنفيذ التوجيه الوزاري ده اعتبارا من 1/9/22 ان شاء الله. الحته برضو اللي عايز اضيفها كمان، احنا طبعا تم زياده عدد كمان المنافذ اللي بتساهم في تلبيه احتياجات المواطن سواء من فروع شركتي الجمله العامه والمصريه المنتشره في خلال 27 محافظه، من خلال عدد البقالين او التموين اللي يصل الى 36,000 بدال تموين حاليا، بالاضافه الى مشروع جمعيتي اللي وصل في المرحله الرابعه حوالي 8,000 منفذ جمعيتي، وده بيمكن المواطن من اختيار وتلبيه احتياجاته من كافه السلع. القرى والنجوع تم توفير فيها سيارات متنقلة ومحملة بكافة أنواع السلع لتسهيل صرف السلع التموينية والسلع الحرة سواء اللحوم، الدواجن، الأسماك، كافة بأنواع السلع إن شاء الله تكون متوفرة. طيب يا باشمهندس، الزيادة المقررة اللي الناس هتصرفها من 1/9 دي هتنزل على البطاقة عادي ويستخدموها مع يعني الاستخدام العادي بتاع البطاقة من الشهر الجاي من 1/9 ان شاء الله باذن الله يا فندم. طيب التوجيه الوزاري شامل عدم تجاوز اجمالي السلع المشتراه لرصيد الدعم التمويني، وسمح للمواطن بصرف حزمه السلع طبقا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيه عن مبلغ الزياده المقرر للبطاقه. الجمله دي معناها ايه يا فندم؟ معناها يعني لو المواطن ليه في الدعم 50 جنيه
من البطاقة. لو دلوقتي هو طلب حاجات في حدود مثلا 55 جنيه مش هنرفض، بالعكس انه نصرف له ال 50 جنيه وال 5 جنيه دي بيدفعها نقدا او للبدال مباشره او للجمعيه اللي بيصرف منها. طب 64 مليون مواطن هيستفيدوا من هذه المبادره زي ما حضرتك ذكرت، ال 64 دول القوائم دي زي ما بيقولوا منتقاه، عرفنا ان هم فعلا الاكثر احتياجا. لا، هو الدعم السلعي بيصل الى 64 مليون مواطن شهريا، اما الاسر الاكثر احتياجا دي لسه أيوة. دي بيتم حصرها طبعا، وبحيث ان احنا نصل الى الاسر اللي بالفعل محتاجه الى الدعم بالشكل الامر به وتوجيهات فخامه الرئيس ومعالي الدكتور وزير التموين الدكتور علي السلام. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بيك. المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشركه العامه لتجاره الجمله التابعه لوزاره التموين.